لبنان يذبح وغزة تباد وسوريا تنزف واليمن تقصف وأمة العرب تقف على هامش التاريخ متخاذلة أمام جراح إخوانها، مؤتمرات فارغة وتصريحات رنانة وإدانات خجولة واجتماعات بروتوكولية وجامعة لم تعد جامعة وأعضاء كلهم في فلك الفرقة يسبحون، وحتى لاءاتها الثلاث لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض سقطت في بئر التطبيع. اعلموا جيدا أن الحيادة جبن والصمت خيانة والتردد تواطؤ وللكلمة ثمن. مرحبا بكم.